أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة
وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا صدق الله.